اهلا بحضراتكم معانا مره تانية. والحقيقه يمكن تعادل النادي الاهلي يمكن بعد دعائنا، يمكن انا بعد ما دعيت في الفصل اللي فات، والحقيقه ساره سليت مخرجتنا وكل كرو العمل امن على الدعاء ده. الحمد لله ربنا كرم النادي الاهلي، وموسى ايدان احرز هدف جميل جدا في الدقيقه 41، وقدر يعدي من ناحيه اليمين ورقص لاعب، وكمان قدر يتخطى حارس المرمى ويحطها في المرمى. موسى ايدان متالق جدا من المباراه اللي فاتت، والمباراه دي بنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يحرز هدف كمان عشان نطمن بقى وصول النادي الاهلي لنهائي هذه البطوله. هروح مع حضراتكم للملاعب العالميه، والخبر خاص عندنا بلاعبينا المحترفين. طبعا احمد المحمدي نجم هال سيتي والمتالق جدا مع هال سيتي، يمكن في كلام كتير زي ما قلت لحضراتكم عن احمد المحمدي في الفتره اللي فاتت انه ما بيأديش بشكل مميز مع منتخبنا، ولكن تألقه دائما بيبقى مع فريقه مع هال سيتي. وده شرحته لحضراتكم انه دايما الاستقرار في فريق بيبقى فيه انسجام، بيبقى فيه لما بتلعب اكتر من موسم او اتنين او تلاتة مع فريق بعينه بيبقى فيه استقرار بشكل كبير جدا نفسي اولا، ثم استقرار فني مع اللاعبين. خلاص بتحفظ اللعيبه اللي حواليك، بتقدر تؤدي وانت حافظ اللعيب اللي جنبك بيعمل ايه، بيتصرف ازاي داخل الملعب، اخطائه بتبقى عامله ازاي، او حتى تصرفاته الهجوميه او الدفاعيه بتبقى عامله ازاي. وبالتالي محمدي مستقر فنيا بشكل كبير جدا مع هال سيتي، ومتالق في الدوري الانجليزي، يمكن ده ثاني او ثالث موسم للمحمدي في الدوري الانجليزي، وبالتالي بيقدر انه يخوض 100 مباراه بالدوري الانجليزي. اصبح المصري الدولي احمد المحمدي مدافع نادي هال سيتي اول لاعب مصري يخوض 100 مباراه. نجمنا الاخر المحترف في تشيلسي الانجليزي محمد صلاح، ودائما هذكر حضراتكم طبعا انه محمد صلاح تالقه في بازل السويسري وحصوله على أفضل لاعب في الدوري السويسري وحصوله مع بازل على الدوري في الموسم قبل الماضي، وبالتأكيد تألقه في الدوري الأوروبي خلت كل أنظار تتجه إليه، وكان في صراع بشكل كبير جدا من تشيلسي وليفربول على الحصول على توقيع محمد صلاح واللعب ليه في الموسم الجديد، واستطاع تشيلسي أنه يحسم هذه الصفقة ب 11 مليون استرليني. بالتأكيد كلنا فرحنا بشكل كبير لأنه وجود صلاح في نادي من أكبر الأندية الأوروبية والعالمية بالتأكيد هيبقى ليه مردود على منتخبنا القومي، وبالتأكيد فرحنا كلنا لمحمد صلاح، ولكن كان في تخوفات كبيرة جدا مننا أنه ممكن صلاح ما يشاركش بالشكل دائم وبصفة دائمة مع تشيلسي، لوجود بالتأكيد لاعبين مميزين جدا زي ويليان أوسكار هازارد، لاعبين في نفس مكان صلاح، لاعبين عندهم خبرات كبيرة، خبرات كتيرة جدا في الدوري الإنجليزي، احتكوا بشكل كبير جدا بالدوري الإنجليزي فترات طويلة، وبالتالي بيبقوا أفضل في المشاركة، والمدرب بيفضل طبعا أو بالتأكيد اللاعب اللي عنده خبرات كبيرة في الدوري. محمد صلاح يمكن رغم أن تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي حتى الأسبوع الخامس، ولكن محمد صلاح ما شاركش بشكل كبير، يمكن شارك في 8 أو 9 دقائق في مباراة واحدة، وشارك في التشكيلة اللي موجودة في مباراة أخرى، ولكن ما شاركش داخل الملعب بصفة أو بشكل أساسي. وبالتالي في كلام عن رحيل محمد صلاح، وكان في كلام لرحيله إلى توتنهام في الفترة القادمة في الانتقالات الشتوية كعارة، ولكن إيفرتون بيقدم لصلاح أيضا عرض للانتقال ليه في الانتقالات الشتوية، ومحمد صلاح يقترب من إيفرتون في صفقة تبادلية مع باركلي. تحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن ميسي، بالتأكيد أفضل لاعب في العالم من 2009 ل 2012 أربع مواسم متتالية كأفضل لاعب في العالم، ومتألق جدا ميسي الحقيقة مع برشلونة، ومتألق مع المنتخب الأرجنتيني، وصول نهائي كأس العالم بالبرازيل أمام ألمانيا والخروج كوصيف لهذه البطولة. بالتأكيد ميسي من اللاعبين المميزين جدا والمواهب النادرة في كرة القدم، وأيضا الأرقام اللي بيحققها ميسي في هذه السن بالتأكيد ليها مردود كبير جدا على كل اللاعبين في العالم. يمكن بعد وصول 400 الهدف رقم 400 في تاريخه، هقول لحضراتكم تفصيله صغيره كده، 359 هدف مع ناديه و42 هدف مع
منتخب الأرجنتيني، 199 هدف داخل كامب نو مع برشلونة، 160 هدف خارج كامب نو مع ضد الخصوم أو المنافسين، 248 هدف 359 هدف اللي أحرزهم مع ناديه، منهم 248 هدف في الدوري، 29 هدف في كأس الملك، 68 هدف في البطولات الأوروبية، و14 هدف في كأس السوبر، وبقي له 3 أهداف فقط لكمان ليكسر رقم آخر، وهو الهداف التاريخي للليجا الأسبانية اللي بالتأكيد بيتصدره تيلمو زارا ب251 هدف. وميسي يشكر الجماهير بعد هدفه 400 في تاريخه بالملاعب. سجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الليلة. تبقى انتهت جولتنا العالمية، ولكن هروح مع حضراتكم لنتائج أمس في كافة البطولات. يمكن امبارح كأس الكونفدرالية سيو سبورت قدر أنه يتعادل مع ليوبار في مباراة العودة، وبكده يصل سيو سبورت طبعا لمواجهة إن شاء الله النادي الأهلي في نهاية هذه البطولة بعد الفوز على ليوبار 1-0 في مباراة الذهاب. دوري أبطال أفريقيا الصفاقسي وفيتا كلاب، وبالتأكيد زي ما قلت لحضراتكم كده فيتا كلاب بعد الفوز على الصفاقسي في مباراة العودة واللي كان فاز في مباراة الذهاب 2-1 بنفس النتيجة، وفيتا كلاب كده يصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. هنروح للدوري الإنجليزي، وليفربول تعادل أمام إيفرتون 1-1، تشيلسي قدر أنه يفوز 3-0 على أستون فيلا وتصدر الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يعود مرة أخرى ويفوز على ويست هام يونايتد 2-1، ساوثهامبتون 2-1 على كوينز بارك رينجرز، ساندرلاند سوانزي سيتي 0-0، كريستال بالاس 2-0 على ليستر سيتي، مانشستر سيتي قدر يواصل مشوار في المنافسة على هذه البطولة، بطولة الدوري الإنجليزي، وقدر يفوز على هال سيتي 4-2، أرسنال بيقع في فخ التعادل مرة أخرى مع توتنهام هوتسبر 1-1. هنطير إلى الدوري الأسباني واللي تقريبا ما كانش فيه مفاجآت بشكل كبير، الريال بيستكمل مشواره في المنافسة على الليغا الأسبانية وقدر يفوز على فياريال 2-0، برشلونة طبعا متصدر الدوري الأسباني بيفوز على غرناطة في مباراة سهلة 6-0، أتلتيكو مدريد أيضا اللي بينافس بقوة على الدوري الأسباني هذا الموسم وقدر يفوز على سيفيليا 4-0. هنروح للدوري الألماني وأيضا ما فيهوش يمكن مفاجآت بشكل كبير، ولكن شالكا قدر يفوز على بروسيا دورتموند 2-1، باير ميونخ قدر يفوز على كولن 2-0 ويتصدر الدوري الألماني. بكده تبقى انتهت كل جولاتنا وكل أخبارنا. هنروح سريعا مع حضراتكم لأهم وأبرز عناوين الأخبار. تأجيل معسكر المنتخب لأول أكتوبر والأسبوع الرابع للدوري في موعده. شوي غريب يستقر على ضم وليد سليمان وأيمن حفني لقائمة الفراعنة أمام بوتسوانا.